والتأثير المباشر طبعا بانعدام السيولة وبصعوبة الوصول للسلع والمناطق وصعوبة توزيع الدقيق والخدمات الضرورية للمخابز مثل الغاز والدقيق، وأيضا تأثر التيار وأيضا انقطاع الخدمات المياه بسبب وجود هذه القوات المتمردة داخل محطات رئيسية في ولاية الخرطوم، وأوقفت أعمال هذه المحطات أيضا أعمال المصطاد عدم وجود تشوين من المستودعات للمناطق المواطنة. هذه هي المعاناة الأساسية الكبيرة اللي بيعيش الخرطوم. أيضا يكون العاملين في المؤسسات الخدمية، المؤسسات العامة والقطاع الخاص من ثباتهم منذ آخر في بداية شهر رمضان، ومعروف أنه في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي يعيش المواطن في السودان وضعف الرواتب التي لا يعني تغطي احتياجات المواطن أو الأسرة لشهر واحد، ناهيك أنه الآن يكون بين هذه الأسر لم تصرف ثبات العاملين في القطاع العام والخاص، فضلا عن الارتفاع الكبير في السلع، وده بسبب انقطاع سلسلة الإمدادات المحلات التجارية داخل الأحياء. طبعا هنالك أحياء انعدمت فيها الخدمات تماما، وهي الأحياء وسط خرطوم اللي دايرة فيها المعارض، بعض أحياء مدينة بحري وبعض أحياء مدينة الخرطوم وبعض أحياء مدينة أم درمان، لكن الأحياء الطرفية من مناطق الصراع والصراع يتركز في المناطق الوسطية أو مناطق المتاخمة للمدن الثلاثة، يعني جنوب بحري وشمال الخرطوم ويعني شرق أم درمان. أما المناطق الطرفية فتسير فيها الحياة بشكل طبيعي وعادي، متأثرين بارتفاع الأسعار يعني والمخاوف. وأيضا يعني يعاني السودان من نقص الأطقم الطبية، يعني اجعلني أقول لحضرتك أنه تحديدا بنسبة تصل إلى 30% بحسب اليونيسف، وأيضا يعني تعرض عدد من مرافق سلسلة التبريد تحديدا للنهب والتلف والتدمير. إذن الوضع الصحي الآن في السودان في أزمة كبيرة، وبالطبع لها انعكاسات على الأطفال وعلى المواطنين بشكل عام. نعم طبعا، لأنه هذه القوات إذا مستشفى المستشفيات الرئيسية الوسطية الموجودة، فنتائج طبعا كل هذه المستشفيات يعني مكتظة اكتظاظ فوق طاقتها بالجرحى القوات المتمردة نتيجة للضربات القوات الطيران نتيجة للمعارك والخسائر الكثيرة يعني الجنود يعني.